الشباب حصلتوا لي ام عمر، يعني احنا عندنا مشكله بالاتصالات. ام عمر. نعم استاذ. السلام عمر. عليكم. هلا اخويا، شلونك؟ شخبارك؟ السلام عليكم اخويا. ام عمر، انت ابنك نعم اعتقلوه قبل 13 سنه، انت اعطيني اسمك الكامل اخويا. انا اسمي شذا شاكر ابراهيم. من وين؟ من بغداد. زين، ابنك ماخذينه قبل 13 سنه، شنو تهمته؟ استاذ انا ولدي اثنين. اي ولدي اثنين مو بس واحد. اي ولدي اثنين اخذوهم من بيتي، دلوا لي نص ساعه ورجعهم، وهاي صار لهم 13 سنه على مخبر سري. انت بيا منطقه بغداد؟ بيثبت بالعظميه. بالعظميه، اي واضح. اي استاذ، يعني ولدي اخذوهم وقالوا لي نص ساعه رجعهم من بيتي من يمي استاذ، وقالوا لي نص ساعه ورجعهم، وهاي 13 سنه صار لهم. سنه 2015 استاذ اخذوهم على مخبر سري، كل تهمه ما عندهم، اي جريمه ما عندهم، كل شيء ما عندهم. والله يا استاذ كل شيء ما عندهم. هسه مو انت تقررين عندهم لو ما عندهم. الولد ايش كانوا يشتغلون؟ نعم استاذ. والله استاذ واحد يشتغل حلاق. حلاق. اي نعم. والثاني استاذ. والثاني يشتغل استاذ بمولد. مولد. يشتغل. زين. إيه انت واجهتيهم خلال هاي نعم. السنين؟ اي استاذ انا اروح واواجههم. شنو التهم اللي عليهم؟ انا اروح اواجههم. استاذ اخذوهم الولدي قلت لك، تهمتهم بسنة 2006 هو اللي انحكموا عليها اعدام. 2006 هم ماخذينهم؟ لا استاذ اخذوهم 2010، بس التهمة مالتهم ترجع على 2006 عود. زين. المخبر السري يقول اكو محكمة مال احداث ب 2006 احترقت على اساس هم الولد مشتركين بحركها. اخذوهم بال 2010. والله يا استاذ بريئين من هاي اي استاذ. زين. 2010 اخذوهم. زين. وسنة 2000 ولف اخذوهم 3 اشهر، والله استاذ يدقون عليهم انواع التعذيب. والله زين. استاذ. زين. تالي حكموهم اعدام سنة. زين. 2015. زين. حكموهم اعدام. وسنة 2019 صادقوا على اعدامهم. استاذ ولدي ما عندهم اي جريمه، على شنو يحكموهم اعدام استاذ؟ هسه هذا الحكي كله يما هذا كله ما له علاقه بي. هذا متهم بريء ما ناقشه على التلفزيون. هسه دليل البراءه والتهم هذه تقدم الى القضاء. انت نعم استاذ مو تقولين انه انت لجنه العفو قالوا لك نعم اعاده محاكمه لاولادك وحددوا نعم موعد حضور للسجن محكمة الناصرية. عندك كتاب نعم عندك كتاب إعادة محاكمة؟ دزيت لحضرتك دزيت لحضرتك على المعسكر، دزيت لك التقرير الطبي اللي يثبت ولدي متعذبين. من ناحكي لي اي اي استاذ. استاذ اني سوينا إعادة محكمة، وقبل سنتين قدمناها ب 2020، طلعت الموافقة بسنة 21 شهر ال 12 طلعت موافقة على إعادة المحكمة مالتهم. ممتاز. لأسباب كاتبين بكتاب موجود يمك استاذ وشوفه، لأسباب قانونية يعاد حكمهم محكمتهم. اي ممتاز استاذ. اني ولد اي المحكمة ايش حددت يوم 6/6 إعادة يجيبوهم الولد حضور محكمة بمحكمة الرصافة من الناصرية. 6/6/22. أي نعم. نعم استاذ. أي. 6/6/22 حددت المحكمة يجيبوهم. زين. من 6/6 استاذ ما جابوهم قبل ما يجي الموعد. أني خابروني قالوا لي الدفعين 75 ورقة على مود يجيبوهم الولدك. من اللي خابرك يا شذا؟ والله استاذ اني يعني ما اعرف من اللي خابرني، بس استاذ هو شخص عنده معلومات كافيه على المحكمه مالتهم،
على يعطيني الموعد المحكمة قبل أستاذ، بس اسمعني، حددوا يوم 6/6 خابروني قالوا لي تدفعين 75 ورقة حتى يجيبوهم مني الناصرية. أنا قلت لي يابا، هو القاضي من يصدر أمر ويجيبوهم، غير يجيبوهم الولدي، غير الدولة هي تتكفل بيهم بجيتهم، أنا ليش أدفع 75 هم بسجن الحوت؟ وأني مني أي استاذ، أنا مني اللي أدفع، والله ما عندي، أبوس إيدكم والله ما عندي، والله استاذ، وأنتظر يوم يوم يجيبوهم الولدي، ما جابوهم زين بيوم المحكمة، ما جابوهم. رحت للمحكمة قالوا لي تأجلت المحكمة 25/7 يوم 25/7 تأجلت المحكمة، القاضي أجلها. استاذ همينة نفس الشيء، رجعت السالفة مال 75 ورقة. أم عمر ليش ما تدفعين؟ دبري هذا اللي اتصل عليك. أم عمر عندك رقم تليفونه؟ نعم استاذ. عندك رقم تليفونه؟ والله استاذ يطلع لي رقم خاص، يطلع لي رقم خاص، ما بي رقم يطلع لي، يطلع لي رقم خاص استاذ. كملي. وهمي انا استاذ يوم هو ايش خابرني، ايش قال لي؟ قال لي باعي حتى تتاكدين من كلامي، يوم 25/7 اجلتها على مود الفلوس، ترى الفلوس اذا ما تجي ما يجيبوهم الولدك. زين انا قلت هذا ما أعرف استاذ، ظليت يعني دماغي افتر، قلت أنا أهم شيء المحكمة، أنا أروح للمحكمة للرصافة وأسألهم. خشيت والله استاذ تعاطفوا وياي بالقلم هناك، وقلت لهم حالتي وهذه، قلت لهم وعدهم محكمة وتأجلت. يما إيش وقت تأجلت مرت اللوخ استاذ؟ الطاني يا نفس التاريخ للطاني يا هو. ها استاذ انا اروح للحاسب ادق يقولوا لي بعد ما نازل الوقت اللي تاجلت به، بعد ما نازل بالحاسبه مال القضاء. فهو اعطاني الموعد، بعدين ترجيتهم بالقلم واستقطوني لان مريه كبيره وشافوني ابكي ومذلول استاذ، قالوا لي يوم حجيه يوم 25/7 تاجلت لهذا الوقت. يعني هذا الوقت اعطاني اياه هو بالتليفون استاذ، قبل ما يعطيني اياه هذا ابو القلم الولد اللي خابرك استاذ. وهمي انا اي استاذ، هذا طاني اياه الموعد، طاني اياه ورا التاريخ 6/6 اللي ما جابوه، ورا يومين خابرني قال لي ترى اجلتها على مود الفلوس، ترى دبري الفلوس احسن، ترى ما تشوفيهم الولدك بعينك، ما حد يجيبهم، ما نجيبهم، ما يتحاكمون. استاذ انا 13 سنة انا زين، انت ما عندك تسجيل المكالمه؟ والله استاذ انا مريه كبيره، انا ما اعرف زين. عندك تواريخ المكالمات؟ يا يوم ويا ساعه بتليفونك تطلع الان؟ والله استاذ اي تطلع طلعيها استاذ، بس انا استاذ خاف يأذوهم الولدي، هذول بيدهم كل شيء استاذ. هسا انت بيا محكمة بالرصافة؟ بالرصافة الان. بالرصافة الان يعني انا استاذ. دقيقة يمة هذا ايوه. هذا اللي طلب 75 ورقة راح يجي يوم الله يشوفك بعزيز قلبك، لانه انت حياة اثنين توقفهم على 75 ورقة. يما أنا راح أخابر رئيس استئناف محكمة الرصافة، وأنا أعرف بالقضاء ناس عادلين، وراح أسوي لك موعد وياه، وهذا يطلع الله سبحانه وتعالى يظهر الحق والشرفاء اللي عندنا بالقضاء أيضا. يعني بدت أنت من قتيلي يوم 6/6 هو أجل الموعد وخابرك، هذا موجود في بغداد مو بسجن الحوت. وانا راح اكلم السيد، راح ابعث هذا المقطع للسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى، وراح اتصل شخصيا برئيس استئناف الرصافة، وراح اخلي السيد رئيس القضاء بالرصافة يخاطب الناصرية مباشرة يجيب بلدك. وهاي الجرابيع والجرذان اللي تشتغل على دماء الناس، ذاك اليوم انا لما السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى
ينطيني خبر إعادة محاكمة عبد الله أبو الفلوجة، والله كأنه ملكت الدنيا، كأنه ملكت الدنيا. أبو الحق فأخويا هو أستاذ أبو الحق، أستاذ يمة أبو الحق يمة. أستاذ فاق زيدان يمة. أبو الحق يمة. رجعي على تليفون أسراء، على أسراء أم العلاقات. نعم. خلت تنطيش تليفوني. نعم أستاذ. أخذي تليفوني من عندها يمة واحكي وياي، ابعثي لي رسالة قولي لي أنا شذا شاكر، وأنا أمام الله وأمام العراقيين راح أتكفل بهذا، وراح أكلم مجلس القضاء من السيد الرئيس إلى رئيس محكمة الاستئناف، ورد أشوف هذا الجرذ الكلب اللي طلع 75، اللي راد 75 ورقة، وأسأل الله تعالى بحق حرمة محرم وأربعينية الإمام الحسين أن تسقط هذا وأن يقع في يد العدالة ليفضحه الله على هذه المساومة، وأنا متأكد راح يلزم.